لتجهيز وتهيئة مستشفى حميات الأقصر، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، سلمت وزارة الصحة عددا من الأجهزة الطبية والمستلزمات للمستشفى بقيمة 2.5 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. أنا بشكر المجتمع لمؤسسات المجتمع المدني، لأن هي من بداية جائحة الكورونا من الموجة الأولى، وهي ما لم تدخر شيئا إلا كل شيء فيها في المستشفى من دعم من الأجهزة ومن دعم من المستلزمات لمكافحة العدوى، بجانب أن وزارة الصحة الحمد لله يعني كانت موفرة لنا مستلزمات مكافحة العدوى بكل مشتملات المستلزمات، بجانب الأجهزة، بجانب أن برضو في دعم كانت لتطوير المباني، واحنا حاليا في تطوير في المستشفى الحميات. الأجهزة التي تم تسليمها للمستشفى تشمل أجهزة مونيتور وأجهزة تخدير، بالإضافة لعربة طوارئ طبية متخصصة. الأجهزة دي كلها بتصب في مصلحة وخدمة السادة المواطنين، ان احنا نقدر نوفر لهم رعاية صحية متميزة. احتياجاتهم طبعا المستلزمات الطبية هي اولى اهتمامات الدولة حاليا، بنعمل على توفرها وبنأكد على جاهزيتها. وفق الشروط المبرمة من وزارة الصحة، أعلنت مستشفى حميات الأقصر استعدادها لبدء تطعيم لقاح فيروس كورونا الجديد للمواطنين. احنا هنبدأ بالمجموعات الأكثر احتياج للتطعيم، اللي هو الأطقم الطبية طبعا، اللي هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، بالإضافة طبعا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب والأورام وأمراض ومرضى الكلى، وإن شاء الله بإذن الله التطعيم يغطي كل المصريين. تأتي هذه الجهود في إطار التعليمات الصادرة من رئاسة الجمهورية بمراعاة احتياجات المستشفيات داخل محافظات الصعيد. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.